ضحية لبنانية جديدة تسقط في بلاد الاغتراب. خالد يحيى أبو حسنة 39 عاما، أب لستة أولاد من بلدة مشمش العكارية. كان يزور منزل والدته جنوب غرب مدينة ميلبورن الأسترالية، حيث تعرض لعدد من الطلقات النارية صباح يوم الأحد أنهت حياته. وأشارت كلير وايت المتحدثة باسم الشرطة إلى أن الشهود في موقع الحادث حاولوا إنقاذ الرجل، كما أن هيئة الإسعاف التي هرعت إلى المكان حاولت إنقاذه لكنه توفي بعد وصولها. وأكدت الشرطة أن الحادثة متعمدة والضحية معروفة لدى الشرطة التي فرضت طوقا حول مكان الحادث وبدأت بالتحقيقات. أقارب خالد في بلدته العكارية أقاموا مجلس عزاء على روحه. وبعرفوا أنه كان يشتغل بالبور، بقاش بيشتغل غير البور ما بعرف. روح أولاده صغار من هنا، يا خالد روح صغير من هنا. كان هو وخيه وأخته ثلاثة وقت اللي روحوا، نعرف بعضنا. لقيت الخبر، أنا ما بكير تلقيت الخبر، أنا ما معي خبر من عشية. قال لي قال لي ابن عمه حد مني إنه ابن يحيى توفى بعيدنا عن نكرة. والقتل وقتل بقى ما بعرف مين. تجدر الإشارة لأن العائلة هاجرت إلى الخارج أثناء الأحداث اللبنانية في منتصف السبعينيات.